مرة أخرى بكرة على جهة اليمين، الكرة لسلطان الغنام، عرضية رونالدو بالراس، يا ولد يا كريستيانو، الهدف من جانب كريستيانو، العرضية روعة، رونالدو بالراس، يا سلام. أول محاولة للمينستر، الضغط غنام، غنام يوسع، رونالدو بالراس. بي اس جي وانتر وبنفيكا وغيرهم، لمسة أمامية تصل إلى تاليسكا، خيبري بكرة على جهة اليمين، تحرك من جانب سلطان الغنام في مكان خطير عند المساحة، مرب الغنام بتسديد كرة، يا ولد يا ولد يا غنام، الثاني للنصر بروعة كبيرة، هجا ترك المساحات، اللمسة والتسديدة والروعة من ظهير أيمن بمواصفات هجومية، سلطان يسجل الثاني للنصر. العالم بانيغا، كرة رائعة خطيرة من فهد المولد، هاتان وصل متأخر، سلطان الغنام، سلطان دفاعه بجول، الكرة الغنام، التسويب، والعارس الأربع عيون من أجمل ما يكون، هو الأسطورة ملك الغنام، عادي الكرة بالراس، رائعة، أوه. الكرة رونالدو، أوه. رابع جول، النصر بأقوى أقدام، ناجحة من قاسم لاجامي، الكرة على طول من جديد، الغنام يرسلها، المنفذ القادم منه سلطان الغنام، الله على راسي، لا استعداد للرباعية في شباك أهلي دبي الآن، الآن الله الله، ماني يا ناس يا عالم، الكرة من غريب، الكرة مرة أخرى استقبلها من جديد، وهوبا الله، نهيه بهكذا هدف، الله على ارتقاء سافيو في الجهة اليمنى، بيلعب لك كرة سلطان الغنام إلى تاليسكا من بعيد، الله الآن أوتافيو، الله سلطان الغنام، ممكن العرضية، عرضية، لا لا لا، شوف انطلاقات فوزير وسعيود ممتعة، لكن لو تكمل بهدف، شوف اللقطة، شوف فوزير، ولكن الله على الغنام جايك من اليمين.